جمهورنا العزيز من رابع المقدمين مسعود العرجاني. ارحب ارحب. مرحبا والله مسهل. الله يحييك. ايش علومك؟ موهبتك يا مسعود؟ والله حافظ قصيده حافظ القصيده. هذا رابع شخص يجي يقول حافظ القصيده حافظ القصيده. ايش تبغى نقدم بعد؟ كل شيء موجود. في الريالتي. طيب لو والله كتب لك ان شاء الله انقبلت. ان شاء الله. ايش إيه بتسوي؟ ان شاء الله نقدم كل علم طيب اللي يرضي الجمهور يرضي المشاهد باذن الله. جعل مالك التوفيق. نعود الى لجنتنا. كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما. السلام عليكم. يقول يا الله يا قابل صلاة المصلين أبوح لك ولا الغير أبوحي أرجيك يا رب يا غفار يا معين حقق أمالي وحقق طموحي. معاكم أخوكم مسعود بن ظافر العرجاني من هلا فلاج 27 سنة. مسعود بن ظافر العرجاني. أسلم يا مسعود. لبيك. أسلم. كم عمرك يا مسعود؟ 27. الموهبة. موهبة طال عمرك حافظ القصيد وحافظ القصص وحافظ خطوط النشامة اللي مثلكم شرواك. الله يطول عمرك. حفظ الله وجهك يا مسعود. وراعي مقناص وراعي مكشات. مقناص بنبلش فيك بكره لما خلناك ثلاث شهور هنا بتكون والله يا ابو سلطان اللي بيصبر في الرمله بيصبره. انا لا حياتي لا في الرمله. لا لا تفرق. ها تفرق ولا؟ اللي بيصبر في قصدك اللي بيصبر في الخلاء. حل خلاء انا هالموت الحمر. لا ما هو بالموت الحمر. الموت الحمر الله ما قدر الجدران مسكرت عليك وانت تحب تطلق نظرك وتحب ودي بالباب مسكر طال عمرك ولا عرق حمر وشمس قايل. لو انك ما تحب العرق الحمر والشمس القايله ما رحت فيه. الرجال جاي بقيض هنا ودي بالمقياضه هنا ولا مقياضه في الرمله. لا من ان شاء الله جانت الاجواء انتهى البرنامج. لا جاء الشتاء فكتوا لي الباب ثلاث شهور. لا ابي لا كذا مشغلنا شيخ. ها مشغلنا بالله. يقول فكتوا لي الباب. يقول له فكيتوه خلصتوه منه ثلاثة شهور. هو بحكمة نصرانية أبو مهيا ثلاثة شهور طلعون. بعدين صيف ما به أجواء زينة. لا من ظهر سهيل وظهرت ال ما تبي ظهر سهيل لقي سهيل مين باقي ثلاثة شهور على أغسطس وسلطان بيحرقنا. هو يقول لك ثلاثة شهور جالس عندكم. أنا بس عندكم ثلاثة شهور هنية. أنت مرة صامل بجلس ما جاز الموضوع. يا علي نجي معكم هنا. بما أنك راعي مقناص وش أغرب أكلة قد أكلتها؟ ما أسمعك. راعي مقناص. الله الله. إن شاء الله يعني طبعاً مسألة المقناص الآن الدولة نظمت هذه المسألة وأصبحت بتصاريح كلنا نمشي تحت هذه التصاريح. لكن السؤال اللي أبغى أسألك إياه إيش أغرب أكلة قد أكلتها؟ إيش أغرب صيد قد كليته؟ والله ما بشيء إلا ما كليته كل شيء أغربها. على كليته. أغربها. ها؟ أغربها. ما ادري هنا انتم ما تحبون الضبان انا احبها انا اقول لكم لا الضبان الضبان دارجه هذه اسقاط علينا فيه جاي من الصين انه ولا جاي والله الضبان دارجه لا انا ابغى شيء غريب اكثر شيء كليته النيس النيس اغرب شيء اغرب شيء النيس غريب صحيح النيس كذا ها انا يوم يقول النيس ابو سلطان مسعود كل مره قدك معي يا علي يوم يقول اغرب شيء كلاه النيس تعرف النيس اللي زي القنفذ كذا صحيح اغرب شيء قد كليته قلبت على الرياجيل ذابحين لهم جعل ضبع والله الرياجيل انكم ما تدري على الصحن من شيء ريحين فيه يا ساتر من خرزم فيه والحم تنشينه انه له طريقه في ذبحه هو مو يمكن ما ذبحوه بطريقه صحيحه يكفينا ان شاء الله طيب وش في سؤال عندك سؤال يا مسعود متى اخر مره صد ضب؟ لبيه متى اخر مره صد ضب؟ قبل الانظمه الفقيره كويس لا مصحصح مره كون مذاكر صح والله مذاكر صح على طول مخالفه تحرر على الهواء ذي لا بالله هذه اللي طاقه هذه مفجر صوت صور علينا جايين ندور الخير وعادكم انتم تاخذون الخير حضورك مميز والله يا مسعود الله يطول عمرك انا اقول نحتاج مثل هالعفويه وهالفطره الزينه وما شاء الله يعني نحتاج مثل مسعود في البرنامج جعل عمرك طويل انا استاذن الشباب اني اهلك للمرحله الجايه استاهل مسعود جعل عمرك طويل يا ابو سلطان والله لا يهينك بطول عمرك حق الله خير احتفل عطنا شيء اي شيء ما في فرحه ما في شيء لازم ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الاساسي والكل كان جلس وكان مشى الله يستر اسولف ولا احنا هواء ولا احنا هواء لا احنا هواء احنا هواء اي عندي سالفه ما تطلع الهواء يلا روح الركان يا شوي
عدنا إليكم من جديد جمهورنا العزيز مع خامس المقدمين أو المتقدمين أحمد العامري. أرحب أرحب. الله يبقيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيب أحمد، وش موهبتك أول شيء؟ يا مرحبا ومسهلا، والله الله يحييكم. تحيا المطر والسيل. الأمر الثاني الموهبة الإنشاد. منشد منشد ما شاء الله تبارك الله. طيب سلام. أحمد، وش شعورك لو قالوا لك اللجنة توكل على الله ما فيها برنامج؟ والله كل شيء يجي من الله خير، سواء قبلنا ولا ما قبلنا، اللي الخير عند الله سبحانه. آمين يا رب، جعلنا لك التوفيق. الله يجزاك خير. الله يجزاك. نعود إلى لجنتنا مرة أخرى. في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم 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 محبة من خاطري، والله يسعد مساكم الوقت هب وساقنا مع مهبة، أغيب وارجع والمشاعر معاكم، جعل ربي في النشامة ما يخيب ظني، والله يجعل كل طيب محسن بظنه، الكفو يعجبه طيب.